أهلا بيكم مع أيقونة من أيقونات الحيوية والنشاط من متحدي الأعاقة. شخصيتنا من الشخصيات المحببة والمفضلة لدى العديد من متابعي القناة. وده لأن مجرد ما بنشوفها بنشعر بالأمل والتفاؤل والسعادة وبنحس إن كل حاجة في الحياة سهلة وبسيطة. فصدقتنا قلبها مليان بالطاقة الإيجابية، وعشان كده بينعكس ده عليها وبنلاقي إن الابتسامة مش بتفارق وشها. فهي بمثابة أيقونة من أيقونات الأمل. لما بنشوفها بندرك إن الإنسان بالصبر والإرادة يقدر يتحدى كل الصعوبات والعوائق اللي بتقابله في الحياة. فشكرا لأيقونة الابتسامة والأمل.